السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. مكملين إن شاء الله إحنا في دارة التبريد، وكنا قد وصلنا في المحاضرة السابقة إلى الانتهاء من شرح الدارة بشكل عام. طبعا دخلنا المحاضرة السابقة بالتفصيل شو اللي بيصير معنا خلال هذه الدائرة بالنسبة لموضوع تغير حالة الفريون بالنسبة للضغط وبالنسبة للإنتالبي. طبعا احنا راح نكمل ان شاء الله في هذه المحاضرة. راح نرجع نقول انه احنا عندنا هذا الكمبرسر وهذا الكندنسر وهذا صمام التمدد، وهي عندي الافبريتر او الوحدة الداخلية، وقلنا انه الدارة عبارة عن دارة مغلقة ويتم سحب خروج الفريون بحالته الغازية المحمصة والدخول الى الكمبرسر. يقوم الكمبرسر برفع الضغط ودرجة حرارة هذا الغاز، وبالتالي هون بصير عندي محمص اكثر، بصير عندي هون حرارة نسميه سوبر هيتد، تمام، وبيدخل عندي الى هذا الكوندنسر محملا بالطاقة الحرارية الانتالبي اللي بيكون مسحوب عندي من الغرفة، وايضا عمل الكمبرسر يتم التخلص من هذه الطاقة بواسطة هذا الكندنسر، حيث تسحبه المروحة وتطلقه إلى الهواء الخارجي الذي يستلم هذه الطاقة ويتحول فيما بعد الخروج هذا الغاز إلى سائل بشكل كامل لا يحتوي طاقة حرارية أو لا يحتوي الطاقة الحرارية التي طبعا تم استلامها، بيرجع لحالته الطبيعية ويدخل إلى صمام التمدد حيث يتم تنزيل ضغطه ودرجة حرارته والدخول كسائل أو رذاذ السائل إلى الوحدة الداخلية أو المبخر، وتبدأ هذه الدورة بالدوران. طبعا قلنا هون إحنا لما يدخل عندي للكوندنسر يبدأ بالتغير من بداية دخوله ويستمر بالتغير حتى يخرج عندي على شكل سائل، وبالمقابل نفس الشيء عندي بيدخل، لما يدخل هو من بداية دخوله يبدأ بالتغير والغليان بشكل تدريجي حتى يخرج عندي على شكل بخار محمص. هاي بالنسبة لإدارة التبريد. احنا طبعا الشيء الأساسي اللي احنا بنستخدم فيه هذه الدارة انه احنا بدنا نتخلص من الحمل الحراري الموجود في هذا المكان المكيف او المبرد، الحمل الحراري، تمام؟ احنا بدنا نتخلص من هذا الحمل الحراري، فعمليا احنا بنسلمه لهذا الفريون، الفريون بيستلمه وبيطلع فيه على الكمبرسر، الكمبرسر يقوم بضغطه الى الكوندنسر حتى يسلمه الى الكوندنسر الذي يقوم بتسليم هذا المحتوى الحراري الى المستلم الجديد وهو الهواء الخارجي. اذا احنا عمليا يتم حمل هذا الحمل الحراري الموجود في المكان المغلق او الغرفة او المكان المبرد وحمله مع الفريون، مستغلين طبعا خصائص هذا الفريون، حمله الى الفريون واطلاقه في الهواء الخارجي. هاي كل عملية التبريد. احنا بدنا نتخلص من الحمل الحراري الموجود. طبعا خلال هاي العملية الحمل الحراري هذا مش نفسه هو اللي بيدخل للكوندنسر، اللي بيدخل للكوندنسر حمل حراري اكبر، حيث يتم إضافة عمل هذا الكمبرسر. قلنا أنه في حمل حراري إضافي يتم من خلال تشغيل هذا الكمبرسر بإضافة حمل حراري على الحمل الحراري اللي سحبناه من الغرفة، يدخل في حمل حراري أكبر هون. هذا الكوندنسر شو الوظيفة تبعه؟ الوظيفة تبعه يتخلص من الحملين الحراريين الآن، الحمل الحراري الذي تم سحبه من الغرفة والحمل الحراري التي تم إضافته من الكمبرسر. عمليا هون الحمل الحراري اللي بيطلقه هذا الكندنسر يساوي مجموع هذول الحملين، تمام؟ طيب اذا هاي بالنسبة لدارة التبريد. احنا الكلام الاخير اللي توقفنا عنده قلنا انه الحمل الحراري اللي راح يستلمه الكندنسر، تمام؟ شو لازم يساوي؟ لازم يساوي الحمل الحراري اللي
تم إضافته من قبل الكمبرسر زائد الحمل الحراري اللي تم سحبه من خلال المبخر من الغرفة، صحيح؟ طيب احنا راح نتأكد من هاي النظرية او من هاي النقطة بشكل عملي بالأرقام، وراح نشوف هل فعلا الكوندنسر يقوم بالتخلص من الطاقة الحرارية المسحوبة من الغرفة بالإضافة إلى الطاقة الحرارية اللي بيضيفها عمل الكمبرسر ولا لا. طبعا احنا حتى ندخل في هذا الموضوع لازم نقول انه احنا في عندنا نرجع لموضوع الفريون، وقلنا انه الفريون له مسميات واشكال وانواع كثيرة يتم تطويرها بشكل يومي. طبعا احنا راح نستعين بالاوراق في هاي المحاضرات لانه احنا في عندنا ارقام راح نتعامل معاها ان شاء الله ومسميات، فبدنا نضيف او نستخدم الشيء المكتوب. تمام، فاحنا مثل ما قلنا الفريون في عندنا فريون ار مثلا كامثله 22 المستخدم في التكييف، طبعا هذا تم الاستغناء عنه حاليا. في عندنا فريون ار 134 اي، في عندنا فريون ار 410 اي، في عندنا فريون ار 407 سي. طبعا كل فريون له صيغته الكيميائيه. طبعا العلماء واللي يعني اللي مهتمين او اللي بيشتغلوا في هذا المجال اللي بيطوروا هاي الفريونات كل يوم بيعملوا تطوير لهذا الفريون بحيث يصير صديق للبيئة غير ضار بطبقة الأوزون، وبالمقابل بيعطيني نتائج تبريدية أكثر وأكبر. تمام، فعمليا يتم أحيانا مزج أكثر من نوع. تمام، في عندنا R32، في عندنا R125، عدد كبير جدا من أنواع الفريونات اللي تتكون طبعا من مكون كيميائي يتم طبعا تجهيزه في المخابر والمعامل. عمليا مثل ما قلنا الفريونات المستخدمة عندنا حاليا في موضوع التبريد بالنسبة للتكييف، في عندنا R22، R134A، في عندنا R410A، في عندنا R407C، في عندنا R32، R125. وطبعا انتم فيكم تدخلوا على النت وتشوفوا العدد الهائل من هاي الفريونات. طبعا احنا الشيء المميز اللي احنا قلنا بيميز هاي المكونات الكيميائية هو شو؟ هو انه درجة غليان، الدرجة اللي بيحتاجها حتى يغلي هذا الفريون درجة منخفضة جدا، درجة منخفضة جدا. يعني انا عندي مثلا على سبيل المثال الار 134 اي، تمام، البويلينج بوينت او بوينت تمبريتشر بيغلي عند درجة ناقص 26.1 درجة. تخيل عند درجة ناقص 26.1 اذا انت عرضت هذا الفريون لهي الدرجة او اكبر يبدأ بالغليان، يبدأ بالغليان يعني عمليا بتحول من سائل الى غاز. عمليا شو بيساوي بس تحول من سائل الى غاز؟ بسحب الطاقة الحرارية اللي احنا نستخدم هذا الفريون لاجل ذلك. تمام، عندنا مثلا الـ R410A اللي بيغلي عند درجة حرارة ناقص 48.5 سلسيوس. تمام، عندنا الـ R22 بيغلي عند درجة حرارة ناقص 40.8 درجة سلسيوس. عندنا الفريون 407C بيغلي عند ناقص 43.8 درجة سلسيوس. عندنا الـ R32 بيغلي عند درجة حرارة ناقص 51 درجة. تخيل يعني الخواص يعني المميزة لهذا الفريون يعني خواص عجيبة صراحة، انه احنا نقدر نستغل هذا الفريون لأكبر درجة ممكنة في عمليات التبريد والتجميد. طبعا هاي احنا هون بنستغلها في عمليات التجميد لما يكون عندك مطلوب تجمد انت ناقص 4 ولا ناقص 10 ولا ناقص 20، بكل سهولة انت فيك تستخدم هاي الفريونات لعملية التجميد. تمام، طيب
هاي بالنسبة لدرجة الغليان والفرق ما بين الفريونات الموجودة. كل فريون طبعا له مكون كيميائي، ما رح ندخل بتفاصيل مكونات الفريون. اللي بيهمني أنا من الموضوع إنه أنا مثلا عندي الـ R134A، لو فرضنا عندنا هذا الكمبرسر بيضغط طبعا وبيسحب، بيسحب وبيضغط. في عندي أنا ضغط هون اسمه ضغط السحب، وفي عندي هنا ضغط الدفع، تمام؟ حسب استطاعة هذا الكمبرسر بيختلف عندي شو الضغط ما قبل الكمبرسر والضغط ما بعد الكمبرسر، وشو بيختلف عندي أيضا حسب نوعية هذا الغاز، حسب نوعية هذا الغاز. إذا حسب نوعية هذا الغاز، طبعا العلماء عندنا أو اللي اخترعوا هاي الفريونات عاملين جداول لكل غاز انه وين بيغلي، عند مثلا لما يكون عندي الضغط في هذه الدارة كذا كيلو باسكال، كم بيكون الانتال بتبعه، كم بيكون الانتروب بتبعه، كم بيكون الحجم النوعي، لما يرتفع الضغط كم بيتغير معي. عاملين جداول مفصلة لكل نوعية فريون، تمام؟ بحيث انه انت تقدر لما بدك انت مثلا تعمل دارة او تصمم دارة تستعين بهاي الجداول الموجودة، تمام؟ عند درجات حرارة معينة، انه انا هاي النقطة اللي هون انا بقدر اعرف كم، لو فرضنا هذا الضغط بعرف اعرف درجة الحرارة، بقدر اعرف الانتالبي لهذه النقطة، الانتروبي، الحجم النوعي لهذا الفريون في هذه الحالة، تمام؟ وهم عاملين دراسات وعاملين جداول ومنظمينها ومجهزينها وموجودة، بحيث انه انت تقدر تصمم دارة تبريد انت يعني بنفسك، وتعرف شو الضغوط وشو درجات الحرارة في كل مكان وفي كل حالة. فعمليا انا اللي بهمني اقوله هون حتى ندخل احنا في الخطوة القادمة، انه انا عندي قلنا خط السحب، السكشن برشر، تمام، لمثلا ال 134 بتجاوز بين 32 الى 40 PSI، تمام، وخط ضغط الدفع من 140 الى 180 PSI وحدة ضغط، تمام. هاي بالنسبة، بالمقابل عندي الـ R410A عندي 110 الى 120 PSI، هاي خط السحب ضغط السحب، وعندي ضغط الدفع بتراوح من 450 الى 500 PSI، هاي بالنسبه لل R410. وعندي ال R22، ال R22 السحب بيكون عندي المقياس من 60 الى 70 PSI، و الدفع 250 الى 300 PSI. اذا انا طبعا راح احتاج هاي الارقام في شرح الخطوه التاليه، فاحنا حبينا نوضح هاي النقاط، انه انا عندي لكل نوعيه غاز يختلف عندي ضغط السحب ويختلف عندي ضغط الدفع بالنسبه لعمل الكمبرسر، لانه احنا راح نحتاج هاي الجداول بالنسبة لهاي الغازات في شرح طبعا الدارة بالأرقام، تمام، والمخططات معنا راح نشرحها إن شاء الله بالأرقام، وراح نتأكد من الشيء اللي احنا قلناه في البداية، انه هل يقوم الكوندنسر بطرح الطاقة اللي مكتسبة من عمل الكمبرسر والطاقة الحرارية المسحوبة او المكتسبة من هواء الغرفة، هل يطرحها بالكامل؟ طبعا احنا عم نتكلم عن دارة نظرية حسب التصميم اللي صممت من اجله. ان شاء الله متابعين رح نتوقف عند هاي النقطة، متابعين ان شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام.